اهلين بالغالي ابن الغاليه. اهلين فيك يا خالتي. والله والله ما بعطي فرحتي لحدا انك عنا هيك، ها كل يوم مر لك شوي. والله انا الود ودي كل يوم اجي اشوفك، بس قلي عاصي عنا كتير شغل. الله يعطيكم العافيه. جيبي لنا مي سناء. مي مي فاضي يا عبي. يلا امي عجلي. طيبة المفركة على شغل اختي سناء. بعثت لها رسالة. آسفة. بسيطة اختي بسيطة، كسر الشر. العمى شو وصلها يا وصال؟ ما سألت ابنه؟ لك ايش بك لك منصور؟ مو انت اللي على طول كنت تقلها لا تسألي ولا تنقي؟ لازم اعرف شو عم تعمل. شو هي ايه؟ ساعة لتردي؟ كنت مشغولة لهيك طولت. شوفي شوفي؟ هلا هيك صار الحديث؟ منصور والله ما عم افهم عليك، قلي شبك؟ ولا شيء، بس قلت لحالي يمكن الشغل ما يكون عاجبك وما بدك تقولي لي، فقلت لحالي بتصل لأعرف إذا بدك لأجي أخذك وجيبك على البيت. لا 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 ابدا، يعني انا الحمد لله مرتاحه ومبسوطه. يعني الجماعه عن جد كثير مناح، والاستاذ نزار كثير محترم واكابر. ايوه يعني مبسوطه، يعني ايه مرتاحه. منصور شوفي شبك؟ لسه بتقلي شبك؟ خلص ما في شيء، يلا روحي كيف شغلك خاطرك. لازم ما خليها تاخذ راحتها. العمى هي بكره ما بتعود تتحبك. يا ريت لو بقدر جوزكم انتوا الاثنين بنفس الليله. منين يا حسره؟ الله كريم الله كريم. شفت لي صاحبك مين بده يتجوز؟ منين حبها لهيئه؟ منين؟ والله يا خالتي القلب ما يريد، شو بدنا نعمل؟ يا ريت لو لساتها امك عايشه. الله يجازي اللي كان السبب. أمي لشو هالقصة؟ دايمة مو معي يا شون. دايمة دايمة إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. صحة. ليش هيك حكيتي؟ ميادة؟ يا ماما شوفي بشو سارحة؟ ماني سارحة. ليه صار شي برا؟ لا طمني، الحمد لله أبوكي منيح وقاعد وراكن وما عم بيحكي شي، بس أنت اللي شاغلة بالي. في شي صاير معك شي؟ لا ماما شو بده يصير معي؟ ليه هيك مكبرة الموضوع؟ لا لا رواق وما في شي. أنا مو مكمرة الموضوع، بس أنت من وقت ما فتي حسيتك مالك طبيعية. لا ماما طبيعية، بس حذري شو يمكن أنا مطبوشة شوي. بعرفي أنت حرقت البحث، في كتير تفاصيل لازم فكر فيها، فحاسة راسي كتير مضغوط، ف يمكن مشان هيك أنت هيك حاسستيني مالي على بعضي. ماشي أمي يعطيكي العافية. الله يعافيكي. تعا شوف تعا ميتة. أخي ما بعرف، أنا شفت عم تحرك. لك المخلوقة شبعانة موت، تعا تفرها. شو بدي لك أسعاد؟ شيل حطها بالبرادة أخي، هيك برتاح بالي أنا برتاح. لك ريحك، تعا شيل تعا. لك شو تعا شيل؟ عم أقول لك شفتها بعيني عم تحرك، بتقلي تعا شيل؟ بدي أحملها لحالي. تعا أحمي. على مالك عالم.
شد حالك ناصر. يا ما قلت لي شو صار معه؟ وشو؟ الموضوع اللي حكينا فيه؟ ما بعرف. معناتها ما في حل لتخلص من خوفك غير تعمل اللي قلت لك عليه. أسعد